انت اتجوزت ازاي يا احمد؟ اتجوزت امتى اولا؟ يعني كنت لسه انت سبت كليه التجاره الاول صحيح بعد ثلاث سنين ورحت معهد؟ بالظبط. يعني ده ثلاث سنين من عمرك كده؟ ليه؟ ما كان غصب عني. طب يعني دخلتها تنسيق وبعدين انا اصلا مش بحب ال بس وصلت سنه ثالثه كان فاضل لك تكه كان فاضل لي تكه بس مش قادر عايز امثل عايز امثل ورحت قدمت بعد سنه ثانيه تجاره رحت قدمت في المعهد وجبت واسطه وما اتقبلتش فكملت لحد ما جات لك فكملت في كليه تجاره وبعد كده رحت بقى لوحدي خالص عملت مشاهد مع نفسي ولا استخدمت اي حد ولا اي واسطه ولا اي ورحت حاجه عملت امتحان ورحت نجحت ودخلت رحت ساحب ورقي من هنا جايبه هنا وقضيت السنه الاولى دي كلها محدش من العيله يعرف ان انا عملت كده أصلاً. وجالك قلب؟ جالي قلب مش قادر مش متخيل نفسي ان انا هبقى محاسب هم فاهمين ان انت في كليه التجاره ورايح فين رايح الكليه وبعدين محاسب واروح اشتغل في بنك واعد فلوس غيري ليه طيب هو ربنا خلق كل واحد فيه تفصيله هي دي بتاعته يعني في حد يحب ده وفي حد معجون تمثيل وفي حد عايز يبقى موظف مش قادر عايز ابقى ممثل سؤال بقى لما انت نقلت كده البيت عرف امتى عرف بعد ما خلصت سنه اولى بعد سنه عرفوا ازاي بقى انت اللي قلت اعترفت ولا انا اعترفت قلت لهم خلاص بقى يعني ما هو انا المفروض دلوقتي ابقى متخرج بقى يعني. صح يا استاذ فما فيش متخرج فما فيش كليه تجاره رد الفعل ايه رد الفعل كان رهيب جدا طبعا واتعلقت يعني انت اصلا كام بس خلاص حطيتهم قدام الامر الواقع بس كام انتوا كام اخ وكام اخت لا انا كنت عايش انا وامي وجدتي بس فوالدتك اللي كان نفسها تخليك انا والدي ووالدتي منفصلين من زمان ولي اخين محمود وايهاب من والدي بس انت وحيد والدتك انا وحيد والدتي وكنت عايش فكان معاك. نفسها تشوفك محاسب فانت قلت لها انا همثل طب امتى كانت فرحانه بقى يعني امتى هي جت بقى ايه بعد الرجل الاخر اما اتفرجت حست ان انا فعلا موهوب ما هو اصلا ممكن ابنك ولا بنتك تضحك عليك وتقول لك هي عايزه حاجه وهي لمجرد انها نفسها بس وخلاص لكن هي مش موهوبه اصلا ما هي ممكن تطلع مش ممكن موهوبة. تطلع فعلا كده انت فاهمني يعني انت دلوقتي مذيع ممكن ابنك عايز بيشوفك فانت مثلا الاعلى فهو عايز يبقى مذيع بس هو مش موهوب ما عندوش امكانيه انه يبقى سريع البديهه ما عندوش امكانيه انه يعرف يحاور اللي قدامه ويجيب سؤال على حسب الموقف اللي حاصل او حسب الكلام يعني انت مش محضر كل ده ممكن يبقى في حاجات محضرها حاجة ولا محضر حاجه بس في حاجات بتطلع شغال مع زاهر بالذاكره طيب ممكن جدا يبقى ابنك انت مثلا طبعا ما عندوش ده بس هو ما عندوش صح زي ما انا كنت بالفكرة. خايف جدا من دخول ملك وليلى لما اول ما بداوا مع تامر وتامر كلمني عنهم علشان عمر وسلمى كنت خايف انهم يطلعوا مش موهوبين لان انا شايفهم ولادي في الاول موهوبين اكتر من باقي اكتر من اي حد ربنا يخليك يعني يا ربنا يخليك فهو ده انا كنت خايف شافت الرجل الاخر بقى فقالت ايه ده ابني لا او شافت بقى النجاح لان نجاح الرجل الاخر بالنسبه للوقت ده كان نجاح مش طبيعي لا بجد طبعا النجاح مش اولا ما كانش فيه لا سوشيال ميديا ولا فيسبوك كل الدعايه اللي بتحصل دلوقتي ولا انستجرام ولا اي حاجه في ولا الدنيا ولا حد بيشتري ترند ولا حد بيعمل اي حاجه اللي بيحصل في الشارع انا كنت بنزل اخش اشتري شوكولاتايه من سوبر ماركت فجاه اخرج بعد ساعه ونص الناس واقفه ويكلموا الناس اللي في الشارع بره والناس اللي في الشارع تخش على السوبر ماركت السوبر ماركت ده بقى قد كده صور 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 وامضاءات وكان اياميها ما كانش فيه صور اياميها كان اوتوجراف وبتاع وحاجات فلا انا شفت نجاح مش طبيعي انا كنت بروح ندوه مثلا انا فاكر كويس قوي ندوه كانت في نادي الشمس كنت انا وحاله وكانت جايه معايا في العربيه انا عديت عليها وخدتها علشان تبقى في حمايتي يعني لان طبعا ناس كتير جدا نادي ندوه في نادي يعني في الافات احنا خرجنا بعد ما خلصت الندوه بساعتين لان الناس محاوطين العربيه من كل اتجاه والامن مش عارف يتصرف ومش عارفين يخرجونا انت مش متخيل طبعًا. انا شفت في الرجل الاخر ده نجاح لان خلي بالك وقتها ما كانش فيه غير الاولى والثانيه فهو مسلسل قناتين واربع مسلسلات هنا واربع مسلسلات هنا فدول اللي بيتعرضوا فاللي بينجح في مصر فاللي كلها فاللي بينجح في مصر كلها مش تهريج الرجل الاخر ده كان يعني بيتشاف يوميا طبعًا. من كل مصر الساعه 7 ده من كل مصر وطبعا استاذ نور الشريف طبعًا. ونجم كبير وكان معاه مدام ميرفت امين فكانت بلوف يعني بص كان مكسر فانا شفت نجاح انا وحاله بعد هذا العمل ما شفتوش في الشارع بقى دلوقتي انت بتشوف النجاح
على السوشيال ميديا طبعاً. من الكومنتات بقى سهل، النجاح بقى سهل بالظبط. خليني اقولها لك، النجاح بقى سهل او بينتشر بسرعه. ما انا بقول لك النجاح بقى سهل يعني. هو خلي بالك تقدم يعني كل ما بنتقدم في الوقت والتكنولوجيا بتتقدم. النهارده مش محتاج ان انا اعمل برنامج واطلع في قناه، النهارده ممكن اصور برنامج على اليوتيوب او السوشيال ميديا.